في جهاز مدينة معينة. والحقيقة الراجل تفهم ده جدا وقال بعد كده احنا اي حاجة هتطلع قرار هيبقى قرار رسمي معتمد، ولو في اي تعديلات هتطلع عليه تطلع من تاريخه وما يبقاش كويس تطبيقه جدا. في اثر راجع، لان دي عامله شويه مشاكل سواء في توحيد الواجهات والطابع المعماري اللي عايزين يدوه لبعض المدن، فده بيكلف المطورين بعض الشيء. اتكلمنا في حته التيسيرات، انه التيسيرات محتاجين ان التيسيرات تبقى يعني هي طالعه وموجوده وكل حاجه ولكن تنفذ وتفعل بشكل كبير جدا. اتكلمنا في مطالب برضو انه منطقه زي شمال الرحاب لم يتم تسليم الاراضي للمواطنين حتى تاريخه بقالنا فتره كبيره جدا، والناس في هيئه المجتمعات قالوا والله احنا كان في شويه كونفليكت كده مع بعض الجهات نعم ولكن تم حله، ووعدوا ان بادخال المرافق وتسليم الاراضي كويس في جدا اقرب فرصه. كويس جدا طبعا. واحنا كجمعيه مطورين القاهره الجديده وعلى العاصمه الاداريه طلبنا انه تعويضا عن التاخير دوت للناس كانت هتستلم الاراضي من سنتين ثلاثه فاتوا كانت هتبني بارقام معينه والنهارده هتبني بارقام مختلفه، وبالتالي ده هيسبب عبء على الناس وهيسبب خسائر ليها. فقلنا لو نعمل دراسه لو المرافق العامه تسمح بزياده دور في منطقه شمال الرحاب وتبقى ارضي واربعه بدل ارضي وثلاثه مع سداد كامل العلاوات التي تقرها الدوله، مش عايزين حاجه ببلاش، محدش يقدر يطلب حاجه ببلاش ولكن تيسيرات. يعني الطلب بتاع حضراتكم ان انتوا بدل ثلاثه وارضي يبقى اربعه وارضي مع سداد كافه الرسوم والعلاوات للدور الرابع ده. للدور الرابع ده، والحقيقه معالي الوزير يعني مشكورا قال ندرس المرافق ولو المرافق تستحمل يلا نعمل كده فورا. كويس جدا. بالعكس انت هتدخل فلوس للدوله وهتحل المشكله بتاعتك لو انت عندك مشكله. كلها كانت طلبات يعني تيسيرات بناءة. يعني بناءه وحل المشاكل اللي كانت معروضه علينا. اعتقد ان هو كان بيستمع بشكل كبير جدا، بعض الناس كان عندها يعني شويه ملاحظات على زي ما قلنا فرص الحصول على الاراضي، ومعالي الوزير قال لا يلا النهارده وقدموا النهارده ونشتغل النهارده. فاعتقد انه انا من وجهه نظري ومن قرايتي للمشهد مهندس شريف جاي بخطه واضحه واستراتيجيه واضحه، ان شاء الله يبقى اختيار صاب اهله ويعينوا على هذه المسؤوليه الكبيره جدا، لان زي ما حضرتك عارف ان قطاع التطوير العقاري بيمثل 25% من الناتج القومي، ربع الاقتصاد بتاعنا قايم على القطاع دوت، بيشد وراه 100 حرفه وصناعه قاطره كامله بالظبط. كل المصريين اللي جم من ليبيا، يعني برضه في نقطه مهمه جدا يا استاذ طاهر لازم حضرتك برضه تلقي الضوء عليها، انه النهارده بنتكلم انه البطاله نزلت من 13% ل 6 و7%، بس احنا كنا 80 مليون مواطن والبطاله عندنا 16% وبقينا 6% وبقينا 120 مليون مواطن. فانت لو بتتكلم ابل تو ابل، لو قارنت ال 80 مليون لل 80 مليون انت البطاله تبقى 2% 2.25%. واحد. اثنين، انت النهارده كل المصريين اللي جم للاحداث في الدول المجاوره وعلى راسها ليبيا، انت عارف دول كلهم كانوا رايحين في الحرف والعماله وليهم يعني شغل في قطاع التطوير العقاري. بتتكلم ان في 5 مليون واحد رجعوا في الاحداث اللي حصلت دي. الدوله استوعبته وما بقوش عندك قنبله موقوته. ان النهارده الناس كلها تقول لك ايه ده انتوا استوعبتوا السوريين واشتغلوا، اشتغلوا وعملوا شغل، ولكن المصريين اللي رجعوا لقوا شغل في العاصمه الاداريه والعلمين الجديده والمنصوره الجديده ودمياط الجديده والعبور الجديده، واشتغلوا في كل المدن الجديده كل دي، واشتغلوا في كل المدن دي ولقوا فرص عمل وبيوتهم اتفتحت ونسبه البطاله قلت. فانت النهارده كمان القطاع بتاعنا ده قطاع مش قطاع ثانوي، لا ده هو ده اللي شادد الدوله.